عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الأمارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها، ونحن الذين أسسنا مجدها وأسسنا تراثها الحديث ونهضتها الحديثة بأذرعنا وبملكاتنا العقلية. أرجو من مجلسكم الموقر أن يتداول بشجاعة وأن يخطو الخطوة الأخيرة وهي ذكرى الأمارات وإدانتها حتى تتوقف الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. ثورة عارمة في كينيا ضد إيه؟ ضد الرئيس ويليام روتو اللي لسه ماسك بانتخابات حرة ونزيهة. بس الرئيس عمل إيه؟ راح خد أو عايز ياخد قرض من صندوق النقد الدولي، فإداله توصيات، رفع أسعار كل حاجة، الناس طلعت بمظاهرات عارمة ضده بتطالب بإلغاء القانون وانتخابات رئاسية مبكرة. مش بس كده، زي ما شفت في الفيديو اللي في المقدمة، السودان للمرة الألف بتهاجم مين؟ بتهاجم الإمارات. هجوم سوداني حاد على الإمارات في مجلس الأمن. سفير السودان لمجلس الأمن، عندما كان السودان زي ما سمعت في الفيديو اللي في المقدمة يدعم الدول وحركات التحرر، لم تكن الإمارات مذكورة في التاريخ، كان اسمها ساحل عمان، ولا في خارطة العالم، نحن نعلم شرها. مضيفا، نحن الآن أسسنا مجد الإمارات ونهضتها وتراثها الحديث بأزرعنا وملكاتنا العقلية، ونطالب مجلس أمن الموقر بأن يخطو خطوته الأخيرة بذكر الإمارات وإدانتها لكي تتوقف الحرب فين؟ في السودان، في إشارة منه لدعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع وتسلح. زي ما أنا قلت مرارا وتكرارا، الإمارات بتدعم الدعم السريع اللي هو ذراع، اللي هي أصلا ذراع المغضوب عليهم في المنطقة، عشان تشعل لإيه؟ الحرب في السودان. وبالفعل الجيش الروسي هيدي أو هيعطي الجيش السوداني طائرات سخوي عشان يضرب الدعم السريع، وظهرت بالفعل طائرات مسيرة من إيران بدأت تستخدم. هشغلك فيديو دلوقتي للمتحدث باسم جيش المغضوب عليه بيقول الحقيقة اللي قلناها من أول يوم، عشان بس محدش المطبعين والناس اللي بايع على القضية خالص، بنقول للدولي يا ابني ما تبقاش معرض اكتر منهم، ده هم بنفسهم بيعترفوا بالحقيقه. بيقولوا ايه؟ بيقول بنفسه: الاسود فكره، ومن يظن اننا قادرون على القضاء على هذه الفكره فهو مخطئ. الله، ده الجيش اللي بيقول كده، متحسس بالجيش. رئيس الوزراء المغضوب عليهم وغاضب جدا من التصريحات دي، الجيش خلاص فقد الامل، احنا مش عارف نحقق اي حاجه، احنا المرحله الجايه حرب عصابات واستنزاف رهيبه جدا، هنندبح. فهو عايز يطور الموضوع كمان ويروح في الجبهة الشمالية. اسمعوا بنفسك ونكمل بعدها. خماس זה רעיון. מי שחושב שאנחנו יכולים להעלים את חמאס, הוא טועה. אני לא מתייחס לחלופות. זה הדרג מדיני צריך להחליט וצהל יישם. אבל העניין שאפשר להשמיד את חמאס, להעלים את חמאס, זה פשוט לזרוע חול בעיני הציבור. אם לא נביא משהו אחר לעזה, بصفه اليوم نكبلت زي ما سمعت. ما يجيش حد بقى يطلع يقول لي يا ابراهيم يا شرقاوي ده الاسود هم اللي عملوا كده في القطاع وهم بيحملوهم البلاوي اللي بتحصل. يا ابني البلاوي دي وقتل المدنيين واللي عاملها مين؟ اللي عاملها المغضوب عليهم. بتديهم سك البراءه ولا بتديهم تبرير ولا انت بتعرض اكتر منهم؟ يا عم اسكت احسن، اسكتوا احسن. الناس مش طالباك ولا تقول خير ولا تقول شر، اسكت. يقول لك اصل لو بص كم واحد مات، هم اللي قتلوهم، وكل حاجه لها ثمن لازم يندفع، والعبره بالخواتيم، لما تنتهي الحرب هتشوف المكاسب عامله ازاي. بعد حديث نصر الله رساله من قبرص بشان استخدام اراضيها لتنفيذ عمليه عسكريه، قالت مش هنسمح بده، وطلع الاتحاد الاوروبي قال اي اعتداء على قبرص هو اعتداء على الاتحاد الاوروبي وما الى ذلك. رئيس قبرص يرفض تصريحات حسن نصر الله ويؤكد ان بلاده ليست منخرطه في اي عمليات عسكريه، رغم ان في مناورات زي ما شغال التقرير دلوقتي بيشرح القصه، مناورات واستعدادات قويه جدا ما بين المغضوب عليهم وما بين مين؟ وما بين قبرص الجنوبيه. ما في قبرص مقسومه نصين، نص مسيطر عليه تركيا ونص مسيطر عليه مين؟ مسيطر عليه اليونان، وده الخلاف الكبير جدا. تمام، شوف التقرير البسيط ده ونكمل بعدها. We'll be right back.
زي ما حضرتك سمعت، زي ما ظهر قدام حضرتك ايه ده يا ابراهيم، ده اسمه معهد المشاريع الامريكي الاي اي اي. كتب مقال منذ اسبوع بيقول ايه، تاريخ 12 يونيو 2024، انت بتتكلم مثلا في 8 ايام ولا حاجه، بيناقش النفوذ الايراني في شمال قبرص قائلا ان المنطقه التي تحتلها تركيا في شمال قبرص هكذا يسمونها اصبحت بشكل متزايد ملاذا للارهابيين، هكذا يطلقون عليه. وتشير التقارير الى ان نصف الطلاب في بعض المدارس يتحدثون اللغه العربيه او الفارسيه. يعني ايه موجودين وبيعملوا مسح دلوقتي عشان يحسبوا بقى اعداد الطلاب اللي هناك والمواطنين اللي هناك اللي بيتكلموا عربي قد ايه واللي بيتكلموا فارسي قد ايه وكم واحد لبناني، وهل في تسريب للقوات بتاعه حزب الله او بتاعه ايران موجوده هناك في قبرص. اصل التهديد من حسن نصر الله مش سهل، انه بيهدد قبرص انها تبقى منخرطه في الصراع اذا في قوات موجوده او في ميليشيا موجوده في قلب قبرص الشماليه. طب تركيا ممكن تدخل، طب بعدها اليونان تدخل، طب ايه الوضع، طب الدنيا ايه. فالوضع خد 10 خطوات رئيس قبرص، مش 10، 500 خطوه للخلف. مش بس كده، حسن نصر الله بيقول اشترينا اسلحه جديده سوف تظهر في ساحه المعركه عندما يتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب. تمام، حسن نصر الله لحد دلوقتي من اول الحرب وانا بقول لك كلام والموضوع مناوشات، جيت من شهر كده بالظبط وبقول لك لا الموضوع هيتطور لحرب، الموضوع هيتطور لحرب. مين اللي هيبدا ده اللي مش واضح لحد دلوقتي، هل المغضوب عليهم هتعمل ضربه استباقيه ولا هيتن الموضوع مناوشات هيتطور قليلا في المنطقه من جنوب لبنان لشمال المغضوب عليهم. بس التطورات بتقول ان لو اندلعت الحرب هتبقى حرب طويله. مش بس كده، امريكا بالفعل تهدد باستخدام القوى العسكريه لمنع توسع الصراع في الشرق الاوسط وتهدد جميع الاطراف المتوتره على الحدود بتاعه المغضوب عليهم ومع لبنان. في ظل تعرض الولايات المتحده لضغوطات من روسيا والصين تحاول اغلاق ملف الشرق الاوسط، واعلنت ارسال حامله الطائرات جيرال فورد الى سواحل المغضوب عليه. انا بقول لك مش لتهديد ولا حاجه، هي هتخش الحرب مع المغضوب عليه، لا ما تخشوش، لا ما تخشوش، واول ما يدخلوا ايه اللي يحصل، يبقى في اول الصفوف ما احنا عارفين. تعال بقى ننتقل لافريقيا. بوركينا فاسو لسه عامله دوشه كبيره جدا لفرنسا وحلفائها، وكل يوم والتاني تبقى في محاوله انقلاب، وبعدين ما يطلعوا في الاعلام يقولوا ابراهيم تراوري اتقتل ده في انقلاب عليه و ابراهيم تراوري طلع بالفعل رئيس بوركينا فاسو وقائد الدوله، طلع بالفعل وهو بيوزع مساعدات وهو بيتمشى في قلب البلد زي ما ظهر قدام حضرتك عشان يقول لهم مفيش اي انقلاب عسكري ولا في اي حاجه وانا موجود اهو على راس الدوله. تمام، تعال بقى ننتقل لكينيا. من 3 4 شهور او 5 شهور كنا فرحانين قوي ان فيها انتخابات، وجي ويليام روتو راجل كان بيبيع فراخ في الشارع حرفيا يعني، وقدر يتطور ويطور من نفسه ويخش السياسه لدرجه انه بقى رئيس لكينيا و المهم اول ما دخل عمل ايه، راح صدر نفسه مع الغرب والليبراليه، خلاص عايزين نسيطر على مين، على كينيا، وابعتوا لمين، لصندوق النقد الدولي. وزي ما احنا عارفين صندوق النقد الدولي حط رجله في دوله خربها، سالونا احنا هنا في مصر، خربها. في كينيا ثوره سلميه اخرى قيد التشكيل ضد الليبراليه المتوحشه في كينيا بتوجيهات من صندوق النقد الدولي. بص، عمر ما صندوق النقد الدولي ده كروشيتا ونجح، او اداك روشته عشان ينقذ اقتصادك، هو اصلا وسيله من وسائل الامبرياليه بتاعت امريكا بيسيطر بيه على الدول زي ما احنا عارفين. لقانون يسعى لزياده مهوله في الضرائب، زياده مهوله في الضرائب. خرج الشعب عن بكره ابيه في مظاهره في نيروبي وامام مبنى البرلمان احتجاجا على مشروع قانون مالي، قانون مالي يعني ماده يقترح زيادات ضريبيه كبيره وبيرفع بقى اسعار الخبز وزيت الطعام وحاجات صعبه جدا. الناس واصله الضرايب على الخبز وزيت الطهي والاتصالات الجواله، اللي هو ايه اللي يتكلم يدفع واللي بيتصل بيه او اللي بيتلقى الاتصال يدفع. ده فكره على فكره، هو صندوق النقد الدولي عايز اي حاجه، انا عايز فلوس. فلوس منين؟ من جيب المواطن، اخرب بيت المواطن عشان تفقر الدوله وتدمر يجي واحد تاني وهكذا، دايره ايه؟ حبل على الجراح. ولكم بقى في الارجنتين ولكم في البرازيل، التجارب بتاع امريكا الجنوبيه كلها، امريكا دمرت امريكا الجنوبيه كلها بمين؟ بصندوق النقد الدولي والدمار الكبير اللي بيعمله. زي ما ظهر قدام حضرتك مظاهرات حاشده شعواء في قلب مين؟ في قلب نيروبي عاصمه كينيا زي ما حضرتك شايف، و
كينيا كانت بيتوقع لها انها تبقى وريثة اثيوبيا في منطقة افريقيا او الشرق الافريقي. اقتصاد اثيوبيا بتدمر، فكان متوقع ان كينيا تطلع. طب هنا كينيا طلعها، لا حط عليها وبعت لها صندوق النقد الدولي يدمرها. طب وانت يا ويليام يا روتو انت بتدمر بلدك ليه؟ انت جايب انتخابات، مش مشكلة ممكن يكون واحد جايب انتخابات يدمر بلده عادي جدا، ايه المشكلة؟ ما كان هتلر يا جماعة جايب انتخابات حرفيا يعني، بس الفكر بتاعه تعبان. بص يا جماعة، في السياسة ألف به السياسة، عشان تصل لمرحلة الاستقرار لازم تخلي الشعب صفر في البعد. ربنا قالها لنا من 1400 سنة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تحقق للمواطن الحد الأدنى من الحياة الكريمة اللي هو إيه؟ أنا شغال موظف أو شغال في القطاع الخاص، اللي بيدخل لي بيكفيني بس، وحقق لي الأمن. خلي صراعك مع السلطة. هديك مثال، مش هجيب مثلا من العصر الحديث، لأ أنا هنرجع ورا شوية. 1805 محمد علي. محمد علي أول ما مسك الوضع مش مستقر، راح جاي جامع المماليك في مذبحة القلعة وخلص عليهم كلهم. حلو الكلام؟ كلام جميل. عمل إيه؟ راح جاي فارض ضرايب ودابح الناس وقتل. لا لا، ده عمل نهضة كبيرة جدا. عمل نهضة في مصر كبيرة جدا، وشق الترع وزود صحيح ديكتاتور، هو الزارع الوحيد، هو الصانع الوحيد، وأسس جيش عشان الأمن، وعمل 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 وعمل، بس ما خربش بيت الناس. ما تدخلش الشعب طرف في المعادلة، ما تخليش نفسك في صراع مع الايه؟ مع الشعب. واللي اي ديكتاتور متخلف يعتقد انه بالقوة الأمنية ايا تكون جيش ولا شرطة هيعرف يسيطر على شعب، مستحيل مستحيل. ديت عشان تسيطر على مين؟ على 5% الصراع ما بين النخب بس. انما الشعب وقت ما بيهيك هتقول لي هتعمل فيه مذبحه، الدم بيزود المظاهرات وبيخليها تستمر اكتر وقت. حاجه معروفه يعني. فانت عايز تفضل مستقر وتقعد والناس تفضل فاكراك بالخير. يعني محمد علي لحد دلوقتي في مصر في التاريخ بيصنفوه لانه صانع مصر الحديثه او باني مصر الحديثه، رغم انه كان ديكتاتور وبدا حياته بمذبحه. بس عمل ايه؟ عمل اللي انا بقول لك عليه، انا صراعي مع السلطه او مع النخبه او مع اللي بينافسني، انما الشعب بشتغل معاه احقق له ايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. انما ويليام روتو عمل ايه؟ زي ما حضرتك شايف مظاهرات بالطالب دلوقتي بتنحيه عن السلطه وانتخابات رئاسيه مبكره، زي ما حضرتك شايف مظاهرات تجوب الشوارع. ليه يا جماعه؟ لان في لحظه المواطن بيصل عنده الحياه يعني الاثنين بيتساووا، الحياه مع الموت. ما هو لما انا دلوقتي الحد الادنى مثلا للاجور 2000 دولار او 1000 دولار او 500 دولار او 200 دولار او 100 دولار وانت بتديني 10، ما انا هعيش ازاي؟ تديني عشر ما اللي انا استطيع، على اختلاف طبعا الدول، اللي انا استطيع اعيش بيه حياه كريمه. فانت قفلت له كل حاجه، فبالتالي الوضع ايه؟ هيطلع بقى الموت والحياه تساووا عنده. فانت داخل كده في صراع مع الشعب عشان تريح صندوق النقد الدولي وتريح امريكا، تروح جاي ماسك الناس واخدهم من عيشه كريمه لدمار شامل. عايز تعرف اي نظام في الدنيا، ويا ريت حد يكون بيسمعني، اي نظام في الدنيا عنده استقرار؟ الطبقه المتوسطه والحد الادنى للاجور. يعني مثلا في مصر بتاخد حد ادنى الاجور 6000 جنيه بيكفوك لو يبقى في استقرار، لو لا مفيش استقرار. حتى لو الوضع هادي، بس ده بيقول ايه؟ ان في حاله من الغليان، او انت كده مش مستقر بالورقه والقلم، في اي وقت ممكن الموضوع ينفجر. خلاص، فعشان تنجح وعشان تفضل مستمر في حكمك ايا تكون، ديكتاتور مش ديكتاتور ده موضوع تاني، ما انا اديتك مثال بمحمد علي. انت ديكتاتور وبدات حياتك بدم وعملت وسويت بس طالما انت مخلي الشعب صفر في المعادله هتفضل لاطول وقت ممكن. بص، من 1805 لحد 1952 اسرته بتحكم كل الفتره دي ما يقرب من 150 سنه. 150 سنه رغم ان بدا حياته بدم بس عامل ايه؟ صفر في المعادله. الشعب صفر في المعادله. انما تدخل الشعب طرف، الوضع هيبقى زي ما حضرتك شايف، مظاهرات حاشدة مرعبة في قلب فين؟ في قلب كينيا زي ما حضرتك شايف. الشرطة موجودة والشرطة بتحاول، والشرطة بتجري من الشعب. الشعب محدش يقدر عليه، اي شعب في الدنيا محدش يقدر عليه. اصل هتبيده يعني هتحكم مين؟ وبعدين انت جايب شرطة من بره، ما الشرطة من قلب النيل وعايشين نفس الظروف الصعبة زي ما حضرتك شايف. رموا عليهم قنبلة الدخان، حدفوه عليهم تاني،
بقوا ماشيين بالعربية مش شايفين، وادي الشرطة بتهرب. ليه؟ لانه ما عندوش استقرار، لعب في استقرار الدولة، فبالتالي الموضوع وصل ليه؟ لسه ماسك ما كملش 5-6 شهور، هيمشي بيضحك على الناس ويقول لهم ايه، طب انا هرجع القانون ده وانا هعمل فيه تعديل. قالوا له لا الغي خالص، مفيش، مش عايزين من صندوق النقد الدولي جنيه، وما تلعبش في القوانين دي. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشحت. بس يا سيدي، شكرا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشرعي، وشكرا.